بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. بعد أسبوع واحد فقط من تصريح وزير الخارجية وزير الداخلية الفرنسي بأن العالم يعاني من خطر الإرهاب الإسلامي السني، فقط السني، تحدثنا عن هذا الموضوع في وقته، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضحه. ما الذي حصل؟ حادث أنسي، وهي بحيرة سياحية في مدينة فرنسا، رجل يحمل سكينا ويطعن أطفالا ستة، بعضهم عمره 3 سنوات. مباشرة استعد القوم للحديث عن إرهاب الإسلام السني، وبعضهم كتب تغريدة ثم محاها في اليوم الثاني. فوجئ الناس أنه فعلا هو لاجئ سوري، ولكن مع الأسف هنا خابت آمالهم. لاجئ سوري نصراني اسمه عبد المسيح، اسمه عبد المسيح، ويحمل في يده الإنجيل مع السكين، يد يحمل سكين والثاني يحمل فيها في يد يحمل السكين التي يقتل بها أطفال، وفي اليد الثانية الإنجيل، وهو يصيح باسم ربه يسوع المسيح في بأعلى صوت، ويقتل الأطفال ويطعن أطفال بالسكاكين في ذلك المنتجع السياحي. بين يدي الآن بي بي سي، صفحة بي بي سي، هيئة الإذاعة البريطانية، الأخبار البريطانية، نقرأ العنوان: حادث طعن جماعي في فرنسا، رجل يطعن أطفالا بسكين في منتزه بمدينة أنسي. رجل يعني ليس إرهابي وليس متطرفا. نقرأ الخبر: أصيب 6 أشخاص من بينهم 4 أطفال في هجوم بسكين في حديقة بالقرب من بحيرة أنسي جنوب شرق فرنسا. وقال وزير الداخلية الفرنسا جيرالد دارمانين إن الشرطة تتغلبت على المهاجم واعتقلته. المهاجم وليس الإرهابي. لماذا ليس الإرهابي؟ لأنه ليس مسلما. وتقول التقارير أن الأطفال يبلغون من العمر حوالي 3 سنوات، وأن 2 منهم على الأقل في حالة حرجة. هذا تعليقهم. هنا تلاحظ طبعا من قرأ الفلسفة العلمانية وعرف كيف يفكر العلمانيون، وأن طريقة العلمانيين هي النسبية المطلقة، وأن الكيل بمكيالين ليس شيئا غريبا بل هو الأصل. لماذا؟ لأن الحق عندهم نسبي، فالحق هو الذي يخدم مصالح أولئك الناس. فرنسا، وما أدراك ما فرنسا؟ يا راقدا في روابي ميسلون أفق جلت فرنسا وما في الدار هضام. هذا أظن لعمر أبو ريشة يقولها بعد خروج فرنسا من سوريا. فرنسا التي أبادت 1,000,000 على الأقل من الشعب الجزائري، أبادتهم، لم تقتل إرهابيين، لا 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 لا، الصور موجودة عندكم على في جوجل، صور ضباط الجيش الفرنسي وهم يأخذون الصور التذكارية بجانب أكوام الجثث، جثث الجزائريين الفقراء المساكين الفلاحين الذين يدافعون عن بلادهم حتى لا يحتلها ذلك المحتل. بل أخذوا جماجم الجزائريين، جمائم من قتلوهم، في متحف موجود في باريس
أظن اسمه متحف الإنسان، تصور يحتفظون بجماجم، يعني ما أدري، حينما تذهب أنت إلى أدغال أندونيسيا وترى القبائل التي تأكل لحوم البشر، وترى القبائل الوثنية في جزيرة، ما اسمها الجزيرة هذه؟ بابوا، في جزيرة بابوا، وترى أولئك الناس وهم يحتفظون بالجماجم البشرية، يقال هذا شيء طبيعي، هذا إنسان بدائي وهذا إنسان متخلف وهذا إنسان كذا وكذا. حينما تذهب إلى زائير وكينشاسا وأفريقيا وترى قبائل وثنية ربما تحتفظ بالجماجم، يقال لك الشيء ذاته. فرنسا المتحضرة تحتفظ برؤوس البشر، أي بشر هؤلاء الذين قتلهم ضباط جيشها، وهي تتحدث عن إرهاب السنة. ماذا على السنة أن يفعلوا؟ الجزائر اللي طبعا الجزائر مالكية سنية طول حياتها، أشعرية سنية، يعني على أهل الجزائر أن يسلموا. تقوم قيامة الآن الفرنسيين حينما يعيد الرئيس الجزائري الحالي، مشكورا طبعا أنا أشكره على هذا الفعل، يعيد إلى النشيد الوطني، إلى النشيد الوطني الجزائري العبارات التي فيها خطاب لفرنسا أنه قد اقترب يوم الحساب. وهذا أيضا شيء غريب، يعني نشيد وطني يذكر فيه بلد آخر لكثرة المآسي التي عاناها الجزائريون من هؤلاء المجرمين. قاتل نصراني اسمه عبد المسيح يحمل الإنجيل ويحمل السكين التي يطعن بها الناس، بس المشكلة أن لسانه عربي، يعني هو من أصول سورية، وعلى فكرة هو في السويد، هو سويدي، يعني يحمل إقامة سويدية. وقد علمت من إخواننا السويديين أن أشد الناس تطرفا هناك في السويد هم الآشوريون السوريون، أشد الناس تعصبا للنصرانية هؤلاء الناس، غلاة في ذات النصرانية، ويكرهون كل من خالفهم ويحاربون العرب والمسلمين وكل الأمم سواهم. هل قالوا إرهابي متطرف؟ رأيت بي بي سي لا تذكر، لا تتكلم عن إرهاب. تصوروا لو كان الفاعل مسلمان، حتى لو كان مجنونا، حتى لو كان مختلا عقليا، لقامت القيامة. انظروا أيها الناس وفكروا، كلامنا هنا للعقلاء ليس للعلمانيين القائلين بالنسبية المطلقة، لأنه لا يوجد مكيال ولا مكيالان في العلمانية، يوجد نسبية مطلقة، الحق ما يراه الحاكم، وكلهم يطبقون قواعد ميكيافيلي في كتابه الأمير الغاية تسوغ الوسيلة، فما تراه السلطة هو حقا هو الحق، وما تراه غير ذلك سيكون هو الباطل. المسلمون عانوا أشد المعاناة من الإرهاب الذي زرعه الغرب في بلادهم، الإرهاب الإسلامي الذي، نعم يا أخي والله الذي لا إله غيره، الإرهاب الذي زرعته بريطانيا، وهذه فرنسا ذاتها متورطة بدعم داعش، وفي قصة مشهورة معروفة على الإعلان، فقط اكتب أنت هذا ستجد الشركة الفرنسية التي تورطت بدعم داعش، ولكن هي الكراهية للإسلام التي تسري في دمائهم، يحاولون ربط الإرهاب بالإسلام. بل علمت من شيخنا الشيخ البوطي قديما، ليس الآن، يعني قبل أكثر من 30 سنة، في بي بي سي في هيئة الإذاعة البريطانية، حيث ابتكرت كلمة الأصولية والأصوليين، مع أنه كلمة تطرف وإرهاب يعني ماشي هي مناسبة للمقام أكثر، وإن كان لنا نظر في قضية إرهاب، يعني نحن نرى أن كلمة إرهاب لا تناسب المقام، هذا جنون، الإرهاب يعني في معنى الردع، يعني قوة
باطشة لكنها لا تستعمل في الأذى في لغة العرب هكذا، منه الرهبانية ومنه الراهب وهكذا، يعني الخوف مع الاحترام. أما هذا الذي لا يناسبه، مع هذا رفضوا كلمة إرهاب ورفضوا كلمة تطرف، وكان الإصرار على وجوب استخدام كلمة الأصولية حتى يربط من يتتبع دينه وأصول دينه بهذا السعار في قتل الناس، فحسبنا الله ونعم الوكيل.